بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها بالسابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن أحد النباتات الكبيرة جدا، قد ترجع إلى فصيلة من فصائل البوبر مثل ما تلاحظون. طبعا تم يعني في تليف في الأنسجة مثل ما تلاحظون، تم دراسة العينة ويعني وإيجاد أنواع كثيرة جدا من الأحياء الدقيقة مثل البكتيريا، الفطريات، فصائل كثيرة من الديدان المجهرية، فصائل كثيرة من الفطريات أيضا، وتم تشريحها بمجاهرة تشريحية، ويعني دراستها دراسة تفصيلية، وبعدها تم دراسة العينة بالمجهر البيولوجي واكتشاف فصائل الأحياء المجهرية الصغيرة جدا. وأنا أنصح الباحثين ومحبين علم النبات بدراسة النباتات وعلم الأمراض. وأيضا هذا النبات ينمو في فصل الصيف والشتاء، ويكثر بنسبة كبيرة جدا في الجزيرة العربية بالذات، يعني منطقة شرقية في الأحساء. وأنا أنصح يعني الباحثين بدراسة جميع أنواع النباتات وعلم الأمراض أيضا والتعمق فيه. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في عينة جديدة.